عمل فارق كبير جدا على مستوى وسط الملعب. توصل مره ثانيه السهلي، والسهلي يحاول يمر ويلعب كره مره ثانيه بالراس. الله يا جماعه، هذا هداف 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 كبير. خذها مني يا زلايا، وهذه واحده خذها عبد الله الشمري، فقط عليها ان يتابع الكوره، ومع كره ولا اروع امام داني سواريز وامام تحركات هذا النجم البرازيلي. مستوى ضبط قلب، عطاء قلب بشكل كبير. هنا كرة طويلة، هدف الهدف، هدف الهدف، كرة جول. لعب الكرة على نفسه، إسهالي صعب، لكن الكرة لها هم في الشوط الثاني. الكرة اللي تجلب النقاط الثلاث، استلام كان ممتاز، لكن التصويبة الكرة كرة ملعوبة على الجهة اليسار لصالح ضمك. ضمك مع المحاولة باليسار، الكرة من إسهالي عرضية لمنطقة الجزاء، إلى رأسية، إلى خارج أرضية الملعب. عدت أي حال من الأحوال لن تكون أفضل من فرصة اليامي، لن تكون أفضل من فرصة اليامي من أمام مرمى ضمك. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى. ممتاز، والتصديات من نواف. نواف الصبح يتصدى براسة للتصويبة، ما زالت محمد إسهالي مرور، إسهالي مرور وعبور، لكن ياغو دو سانتوس دعاوى الهلال ومن النصر. في طريقه لخساره ثالثه في هذا اليوم. هنا الكره عند محمد إسهالي في الجال اليسار، عون السنوني في التغطيه، محمد يحاول استغلال مهارته والمرور، يمر بشكل جميل، يعرضها جميله الى فيليب أغوستو، يحضرها الى فاروق في صالح الصداره هذه المره حتى الجوله القادمه، حتى الجوله التاسعه. الكره ملعوبه ساقطه خلف المدافعين، والراسيه الى خارج ارضيه الملعب. ضمنوا حتى هذه اللحظه من سيكون عند الكلمه وعلى بطوله الدوري، ولا حتى فريق الهابطين عدا الحزم. بعد ذلك الحزم هو الوحيد الذي نستطيع ان نقول. أتوليتش لعب كره للامام سريعه لضمك، يتقدم، حاول خطا عمار، لعب كره لمجرشي، عبد الله العمار، السهلي يلعب كره لوليد. الاهلي 15 نقطة 15 نقطة، وتكلم كمان عن الفتح عنده 6 في هذه المباراة، وما زال التقدم تعاوني، وما زال ضمك في البحث الان عن تقليص النتيجة ثم التفكير بعد. الى ضمك إسهالي، يحاول مرور إسهالي، الكرة تعود، يا سلام محمد إسهالي، فاصل مهاري، الكرة لإيميليو، زيلايا لضمك، زيلايا يحاول، إيميليو، زيلايا يبعد الكرة، التمية للسهلي في عملية المرور الخيبري، السهلي يحاول يحتفظ بكرته، السهلي يبحث عن مساندة، التمريرة للخطاب يحاول ولا عشر مقطوعة من فاروق شافعي، واصلة من جديد عند محمد إسهالي، يمشي محمد إلى سكتاج، سكتاج في الاستلام، التسليم حلو، الوان تو بينه وبين محمد إسهالي، النقلة رائعة من محمد إسهالي على الجهة اليمين، هنا انطلاقة لعبد الله، وساوي في الانتظار في هذا الموسم.